السلام عليكم اخواني، كتعاودوا كلشي بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وكان مزيانه كما ديما ان شاء الله. هذا الفيديو هذا ان شاء الله فيديو ديال التلاقيه ديال الحمام ان شاء الله. عادي هذا الفيديو هذا نلاقيو ان شاء الله الذكور والاناث باش ان شاء الله نستعدينا كما شفتوا في الفيديوهات السابقه. يعني خدمنا تريتمون مع الحمام وصراحه ما كملتش يعني تريتمون كامل، يعني الدوزيام تريتمون اللي غنعملو ان شاء الله غنعملو وانا ملاقي الحمام ان شاء الله، حيت تعطلت شويش يعني يعني الاخوان تعطلنا على الحمام بقاو كيولدوا لي البيض خاوي، قلت من الاحسن انني نلاقيهم حيت عارف الا بقاو كيولدوا البيض خاوي الساعه اللي غنلاقي الحمام ان شاء الله غادي تعطلوا باش يولدوا. المهم ان شاء الله غادي نخدموا غنلاقيو بعد الحميمات ان شاء الله. خصني ضروري التلاقيه الاولانيه الاخوان، نخلي الحمام كامل يخدم، الحمام كامل يوكل راسو من غير اللي عنده من منقار صغير. انا حاليا معودهم انهم يوكلوا خصوصا بوشون كناريو ولا كذلك الشريره، راه كيوكلوا لي الفراخ يعني معودهم، وعادي نعاونهم ان شاء الله. يعني الحمام اللي عندهم التيك صغير عادي نعاونهم ان شاء الله، نخلي لهم فرخ واحد وفي الساعه ديال الليل يكون عندهم الفرخ ان شاء الله نبقى نعاونهم. وكذلك الحمام الاخرين خصني كاملين نخليهم التفريخه الاولانيه من بعد فتره ديال الراحه وفتره ديال تطير الريش، يعني غنخليهم ان شاء الله يخدموا راسهم باش يربيو ديك الحنيه الاخوان. اما انا لقيت كنزول لهم البيض يعني على الداخله راه ما ربيش فيهم ديك الحنيه، يقدروا الاناث يقطعوا لي ولا يوقفوا لي البيض. لذلك ان شاء الله في التفريخه الاولانيه الاخوان خليو الحمام ديالكم اللي ولدوا خليهم ياكلوا راسهم من غير الحمام ديال الكاطيطه الاخوان، راه داك صعيب، راه الا خليته يوكل ويحضن راسو راه غيتعذب شويش. الخنينسي شويش كاينين ديك الخنينسي اللي عندهم البوش كبير هذاك اللي يدهم كيطيب، ولكن الكاطيطه اللي عنده خصوصا الحمام ديال الكاطيطه هذاك ما يخليهش الاخوان، ما يخليهش يفرح باش يتعذب عليه وما يعرفش يوكل حيت البوشي ديالو كبير بزاف. بالنسبه للاناث بعد الاخوان اللي كيعملوا الاناث ديال الخدمه، يعني ماشي بالضروره تكون الجماليه في الحمامه، كيشبروا كينقصوا لها من البوشي ديالها، يعني البوشي ديالها ما كيخليوهاش ينفخ، كينقصوا لها منه وكيخليوها ان هذيك الساعه ملي كتبرى كتقدر انها توكل، ما كيكونش عندها بوشي كبير، يعني ما كيوقع لها شي تطيح ديال الحويصله، يعني الحويصله ديالها ما كطيحش خصوصا الا كلات بزاف ولا شربت بزاف كطيح لها. المهم الاخوان هذا نصيحه عامه وسلام. ودابا ان شاء الله غندوزو غنوريكم الحميمات اللي علاقينهم على الداخله، ومن بعد ان شاء الله الا كان شي تغيير غنشوفوه مع بعضيتنا ان شاء الله. بقاو معنا الاخوان، غنقلبوا الكاميرا، انا من واحد الرينك صغيور يعني ما عنديش ديك الرينك اللي كان عندي كبير ما بقاش، انا من واحد الرينك صغيور هيدا غنشوفوا فيه ان شاء الله الحميمات ونتولعوا فيهم ونلاقيهم ان شاء الله ونشوفوا ملاقيه ديالهم في الاول كيفاش غتكون. بقاو معنا الاخوان، شكرا لكم. نعمل واحد الدويره خفيفه الاخوان على الحميمات ديالنا قبل ما نشوفهم ملاقيه ان شاء الله، ونقول لكم التغيرات اللي وقعت. عندنا هنا الانثى ديال الشريره والانثى العقير، عندنا هنا الانثى ديال الشريره اللي للاسف مضروب لها الرجل ديالها، هذه باقا فرخه الاخوان، هذه فرخه ديال البوشون كناريو. هنا عندنا الانثى ديال الخنيسي اللهم بارك، هذا الذكر ما نلاقيوه شي، هذه الانثى ديال البوشون كناريو الاخوان، ها هي الابنه الصغيره هذه انثى واجده ان شاء الله. هنا الاخوان الجديد اللي عندنا هو عندنا الانثى ديال الاوريونطال، ها هي حطت البيضه الاولى مع هذا الذكر، هذا هادو تزوجوا راسهم الاخوان، الانثى مع هذا الذكر، هذا هو الذكر اللي ماتتلو الانثى ديالو، تزوج بهاد الانثى هادي الاخوان، هادي اول ولده عندها اول مره تولد كما شفتو، تزوجوا راسهم وولدوا راسهم. هنا عندنا الانثى ديال البوشون كناريو الاخوان، هادي ولدت لي غير بالهياجه، ها هي عندها بيضه ديال زوجت لها البيضه مثل البيضه ديال البلاستيك وراه باقي فيها بيضه اخرى، يعني ولدت غير بالهياجه البيض خاوي يعني ما صالحش. دابا هذه خربقت لي البروغرام ولكن ماشي مشكله، لانني هذه الانثى هذه كنت غنجوجها بالذكر ديال بوشون كناريو الازرق، والانثى الابنه ديالها كنت غنزوجها بالذكر ديال الخنينسي، باش الانثى ديال الخنينسي باش هاد الانثى ديال الخنينسي كنت غنعطيها ديك الفرخ اللي مخلط بالخنينسي باش يتعلم
من اول تفريخه يتعلم انه يحضر. هنا عندنا الانثى هي الاخوان، الانثى ديال الانثى ديال الطاكلة، ها هي الاخوان الانثى العاقل. المهم الرينج اللي عدلنا هو هذا ان شاء الله، هذا هو اللي غنجيبوا له الحميمات، نلاقيو الاناث مع الذكور ونتولعوا فيهم ان شاء الله. نبداو مع الانثى ديال الخنيسي، هي هذه الانثى الاخوان، هذه كنت غنعطيها الذكر اللي مخلط بالخنيسي، ولكن ملي ولدتنا الانثى ديال البوشون كناريو البيض الفارغ يعني خرقت لنا البروغرام. دابا هادي غنعطيوها الذكر الابيض، داخل لها الذكر هو الذكر الاخوان، باقي ما مصفيش 100%، ولكن حسن ما يبقاو يولدوا لنا البيض الخاوي. ها هي ما شاء الله الاخوان، اللهم بارك. تولعوا ما شاء الله، تولعوا فيهم الانثى كتضربوا، حيت هاد الانثى هادي كنت بديت نزوجها بالذكر الخنيسي اللي مخلط، ولكن بقوة الهياج ان شاء الله راه تقلبنا الذكر هذا، ماشي مشكل يعني هي هيجانة. وخا زوجتها بالذكر اخر يعني تزوجت غير طلقتها تزوجت به، ولكن ان شاء الله الذكر غيسيطر عليها ان شاء الله. واخا يدبزو شويش يعني غنوريهم من بعضهم، حيت هادو يعني ما كانوش مزوجين ببعضيتهم، والانثى كانت بحال اللي تزوجت لي بذكر اخر، عليها كيدبزو، ولكن ان شاء الله غادي تطلق راسها. المهم هذا هو الذكر الانثى، ان شاء الله غنخليهم قبل تبعطيتهم حتى يولفوا بعطيتهم ان شاء الله. عندنا هنا الانثى ديال الطاكلة، اللهم بارك، ندخلوا لها الذكر. هذا هو الذكر ديالها الاخوان، الذكر مخلط. هذا هو اول ذكر تزوجت به، يعني ما عمري زوجتها بشي ذكر اخر. ملي كانت مطلوقه بحال اللي كانت تزوج لي بالفرخ ديال الاوريونطال، ولكن حاولت انني نبعد عليه باش تزوج لي بالذكر ديالها، اللهم بارك الاخوان. هاد الانثى عاقر مع الذكر هذا كنخدم بهم الاخوان فرامليه، يعني كنحط لهم البيض ديال الحمام اللي واعر ما شاء الله. توليعة خفيفة فيهم الإخوان، اللهم بارك. وندوزو نذكروا أنثى آخرين إن شاء الله. أنا هنايا الأنثى ديال البوشون كاناريو، الفرخة الصغيرة، العام اللي فات كانت أول خدمة عندها، دابا هاد العام هذا غتكون إن شاء الله ثاني خدمة. هذه كنت غنعطيها الذكر ديال الخنيسي، ولكن دابا ان شاء الله غنعمل لها الذكر ديال بوشون كاناريو. احنا اللهم بارك، يلا كيصفيو بداله، ولكن ما عندنا ما نعملو، اللهم نلاقيهم ولا يبقاو يولدوا لنا في البيض الخاوي. هيدا باش نشوفوا الخدمه ديالهم ان شاء الله. وانت كامل الجوزيه يعني واجده باش انها تخدم، اللهم بارك ما شاء الله. Thank you.
ندوزو نذكروا انت اخرين ان شاء الله. عندنا هنا الانثى ديال الشريره اللي كتعرج الاخوان ان شاء الله، عاد نحاولوا معها باش تخدم ان شاء الله هذا العام. الرجل ديالها اللي كتعرج منه ما كيساعدهاش في انها يعني تتجاوب مع الذكر في عمليه التزاوج، ولكن ان شاء الله نحاولوا معها ان شاء الله يكون غير نجيبوا لها الذكر ديالها. ذكر ما شاء الله عنده وريده وحده الاخوان، الانثى عندها جوج الوريدات اللهم بارك. ذكر في مستوى ما شاء الله، خسارة الانثى كتعرج الاخوان، هادشي اللي ما كيساعدهاش في عمليه التزاوج، ولكن ان شاء الله نطلبوا من الله هذا العام الخير ان شاء الله. غنحاولوا معها بجميع الطرق ان شاء الله ويكون خير اللهم بارك. ندوزو الذكر والانثى اخرين ان شاء الله. عندنا هنا الانثى الثانيه ديال الشريره، الانثى العاقر ان شاء الله نعملوا لها الذكر ديال الكرافات شينوا، نولفوهم على بعضيتهم ان شاء الله على بعد ما نسنترو لهم شي بيضات ديال شي ذكر وانثى ان شاء الله اللي بيض لنا الاول. انثى جاهزه ما شاء الله كما كتشوفوا، غنجيبوا لها الذكر ونشوفوا رده الفعل ديالها. ها هو الذكر اللهم بارك. الانثى بدات كتجاوب معاه ما شاء الله. اللهم بارك الاخوان، هذا هو الذكر اللي عندنا اليوم هاد الانثى هادي. المهم نجيب طانيو به، هي الصراحه خصها شي ذكر يكون بلدي يعني من نوع الانسان ديالهم كبير، باش في الحضانه يعاونها ملي تفرغ يعاونها في التوكل ان شاء الله. ولكن حتى الذكر هذا ان شاء الله يعاونها، حيت واخا داك الفم ديالو كبير شويش عليها، والفراخ اللي انا من لهم خصني ضروري نكون كنعاونو بها. المهم هذا على بعد ما ندبر شي ذكر اخر ونشوفو واش عندو معاه ما شاء الله اللهم بارك. المهم هادو هما اللي بقاو لنا الاخوان، هادو هما الطريقات ديالنا الاخوان اللي جمعناهم، غنعملو عليهم واحد الدويره نشوفوهم. وانت باقي بقاو لنا مطلوقين حيت ما عندناش شي ما عندناش كيفاش نعملو نلاقيهم، حتى نشوفو هاد الانثى هادي ان شاء الله نخليوها ترتاح شويه، وديك الساعه نشوفو نعملو لها شي ذكر ديال الكناريو ان شاء الله ملي يبيض مع الانثى الاخرى نعملو لها الذكر ديالها ان شاء الله. المهم نعملو لها تولي عفيفه، نشوفو الحمام اللي زوجناهم والحمام اللي باقي لنا ان شاء الله. هانتوما الاخوان، هما الحمامات ديالنا اللي زوجناهم، عملنا الذكر ديال بوشم كناريو مع الانثى، هما اللهم بارك. الذكر الخنيسي عملناه مع الانثى ديال الخنيسي اللهم بارك. عندنا الذكر ديال الشريره مع الانثى هادي ما شاء الله. وهنايا عملنا الذكر المخلط مع الانثى ديال الطقله، وهنايا عندنا الذكر ديال الفاش، الذكر ديال الشوري، الذكر ديال كرافات شينوا مع الانثى ديال الشريره اللهم بارك. الحمام اللي بقاو لنا بوحديتهم بقاتنا هاد الانثى هادي حتى ترتاح شويش، وتنزل لنا البيضه الثانيه وترتاح شويش. كيف كما كتشوفوا العلامه ديال ان الانثى
فيها البيضه هي ان الانثى طاويه الجناح ديال الديل ديالها كتكون طاويه. ها هي الانثى اللهم بارك. المهم هذه بقات لنا مطلوقه يعني تترتاح شويه من التبيض، غنخليها حاضره هنا. عندنا هنايا اللهم بارك الاخوان كما شفتوا الانثى ديال الاورينتال مع الذكر ديالها اللي هو هذا اللهم بارك. واللي بقاو لنا فرادين كما كنقولوا، وما هذا بقى لنا هذا الفرخ هذا على ما اظن الفرخ ديال الاوريونطال الاسود على ما اظن طالع ذكر. بقى لنا هنايا الذكر ديال الخينيسي المخلط مع البوشون كناري، وبقى لنا هنايا ذكر واحد ذكر ديال الاوريونطال. هادو ثلاثه اليوم هما اللي بقاو لنا مع الذكر هذا والفرخ هذاك راهو ديال البوشون كناري والفرخ الابيض. يعني بقاو لنا ثلاثه، هذا اربعه، والاخر خمسه. يعني بقاو لنا خمسه ديال الحمامات الفرادين. ان شاء الله ديك الساعه نشوفوا شي حل معاهم، يعني الا كانوا كاينين كره ندبروا لهم الاناث، ما كناش غنخليوهم نخرجوهم ان شاء الله. المهم كما شفنا الاخوان حاولنا اننا نلاقيو الحمام ديالنا، حيت كما شفتوا بداو كينزلوا لي البيض خاوي. عندك الانثى ديال الخينيسي والانثى ديال البوشون كاناريو، حتى هي غدرت ونزلت البيض خاوي قبل ما انني نلاقيها. كما شفتوا دابا هي اللي كان عندها الذكر وكان هاد البيض هذا عامر، كانت غتكون فرصه انني نعلى للانثى ديال الاورينتال، يعني ولدوا تقريبا قد قد فرق بيناتهم ديال النهار. يعني احسن طريقه الاخوان ديال نقل البيض هي هذه، ولكن ما كتبش الانثى ما كانش عندها الذكر، فعملت البيض فارغ. دابا كما كتشوفوا لقيناهم ان شاء الله، وغنشوفوا منا غنشوفوا شكون هو الذكر والانثى اللي غينزل لنا البيض الاول. وكذلك المهم هذه غتكون غير التفريقه الاولى، خصني نضطر انني نخليهم كاملين بهم يحضنوا على البيض ديالهم، باش يربيو الحنيه ديالهم، يعني يربيو الحنيه على الفراخ ديالهم. وان شاء الله في التفريقه الثانيه غادي ديك الساعه نلاقي الحمام معوض بحال البوشون كناري، نربو الانثى ديالو ونخلي الانثى اخرى ترتاح شويه، شو الذكر ديالو الخينيسي غنعمل له شي انثى اخرى باش يربي حتى هو الحنيه. وان شاء الله اذا كانت ناقصه شي انثى نحاولوا نعملوها، ونخدموا كذلك مع الانثى ديال الشوريره نحاولوا نخدموا معاه ان شاء الله باش نشوفوا الفراخ ديالو. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، هادو هما الحميمات اللي عندنا لقيناهم، وان شاء الله باقي الخيم قدام ان شاء الله، باقي نزيدو حميمات اخرين ان شاء الله ونتولاو فيهم. شكرا لكم الاخوان، السلام عليكم. شكرا لكم الاخوان، السلام عليكم.